تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعزائي المستمعين، واسعد الله اوقاتكم بكل خير، واهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. في هذا البرنامج نفتح آفاق التواصل معكم مستمعينا لاستقبال آرائكم ملاحظاتكم اقتراحاتكم، كل ما من شأنه أن يساهم في تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي على وجه الخصوص ودولة الإمارات العربية المتحدة بوجه عام. فنتمنى لكم إن شاء الله ساعة إذاعية مليئة بالمعلومة التي نسعى من خلالها إلى يعني اتباع نمط حياة صحي يأخذنا إن شاء الله إلى الإنتاجية وخدمة هذا البلد بشكل سليم. إذن أرقام التواصل معنا بتخبركم عنها دكتورة ندى، وشي يعني عودة حميدة. شكرا شكرا شكرا، طبعا غبت عنكم فترة، رجعناكم بداية السنة الجديدة، كل عام وانتم بخير. بما ما سلمت عليكم وصبح عليكم بالخير والنور والسرور في يوم الأحد اللي يحبه كل أحد، أول يوم دوام للمدارس، أول يوم دوام لي، أول يوم في الأسبوع. هذا إن شاء الله يكون أسبوع جميل ومليء بالطاقة الإيجابية، مثل ما دائما نقول نبتدي الأسبوع بطاقة إيجابية. وأذكركم بأرقام التواصل عشان تتواصلون معنا برسائلكم الإيجابية. تذكرينها ولا هي تذكر أدرسها طول الإجازة؟ أنا ذاكر على 600-551-414 ورسائل نصية على 4006، وموجودين لايف على نور دبي وهيئة الصحة دبي على الانستغرام. تواصلوا معنا ولاحظات شكاوي شكر أي شيء حابين تخبرونا إياه، تواصلوا معنا على أرقام التواصل. أيضا هذه تحية لفريق العمل عندنا في البرنامج، في التنسيق معنا أحمد سلامة، صباحك الله بالخير أحمد، وأيضا المبدع دائما نمر محمد عبدة في الإخراج، وهذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي. عموما الخبر اللي منبتدي فيه برنامجنا دكتورة خبر جميل جدا إن شاء الله يعني يعمم على مستوى العالم ويكون عند يعني عند كل المنظمات الصحية وكل الدوائر وكل المستشفيات. يقول لك تحليل بسيط للبول يمكن من خلاله كشف السرطان. تزداد الوفيات بسبب مرض السرطان سنة بعد أخرى، وذلك لتأخر التشخيص الإصابة به. والآن تمكن العلماء من وضع تحليل خاص للبول تسمح نتائجه بتشخيص الإصابة بالسرطان وعلاجه وهو في بدايته. تمكن باحثون في الولايات المتحدة من تطوير جهاز تحليل البول باستخدام دقائق أسلاك النانو التي يمكنها كشف أي إشارة مهما كانت صغيرة لوجود المرض في الجسم، ما يساعد كثيرا في الكشف عن المرض خلال أو قبل انتشاره. وقد اختبر العلماء هذه الطريقة وكانت النتائج إيجابية جدا، حيث توصلوا إلى نتيجة عالية الدقة. احتاج العلماء إلى هذه ملي لتر واحد فقط من البول لهذا التحليل. يعني خبر يستحق ان الواحد يقف عنده قليلا دكتورة. صحيح محمود، ولو تلاحظون الحين الترند مستوي ان تم الكشف عن السرطان عن طريق الطرق الغير الانفيزيف او من غير ما ناخذ خزعات، كلها عن طريق البول، عن طريق العرق، عن طريق التنفس. لان تعرف محمود ليش صارت هالدراسات الحين قامت؟ لان حسب التوصيات العالميه طبعا الفحص السرطان او الكشف المبكر عن السرطان يتم في اعمار معينه، ولازم يكون في اجراءات مثلا اشعه، يتعرض الانسان لاشعه كبيره او ياخذ خزعه او غيرها. فقام يسوون دراسات على اشياء ما تحتاج ان الواحد مثلا يتنوم في المستشفى وناخذ عنه خزعات او شيء، عشان نقدر نسوي الكشف ابكر، احتمال يكون ابكر، ممكن حتى يكون العمر اصغر واسرع ويكون احتمال عالي الدقه اكثر من
اي شيء ثاني. فهذا يعني هذه قفزات في الطب قاعد تستوي حاليا، ان وايد جراحات صارت، وايد عمليات تجميليه وغيرها كانت تسوي من غير جراحه، وحتى في عالم الطب اكتشاف السرطان معظمها صارت من غير جراحه، من غير خزعات. فصراحه هذه قفزه جميله في عالم الطب محمود. حتى اذا 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 في جراحات معينه يسوونها بالمنظار، يعني فتحه صغيره في الجسم، هذه بعد تساعد عمليه ان الواحد يعني يتشافى صحيح. بشكل اسرع. صحيح، يقعد في المستشفى اقل، يتغيب عن دوامه اقل، نسبة الإصابة بالمضاعفات أقل، ويرجع لحياته الطبيعية. وهو هدفنا محمود، يعني إحنا هدفنا لما نعالج المريض إنه يرجع لممارسة حياته الطبيعية، سواء كان دراسة، عمل، حركة، عناية بنفسه، عناية بعائلته، فترجعون لحياتكم الطبيعية بشكل أسرع، وما تقعدون في المستشفى فترة أطول. لأن قعدة المستشفى الفترة أطول يعرضكم، في ناس عبالهم إن إحنا الناس الدكتور يبي يطرد المريض من المستشفى، نبغى نخلي أسرة. الفكرة مو بهاي الصحيحة. الفكرة الصحيحة إحنا ما نبغى المريض يقعد في المستشفى فترة طويلة، لأن كل ما قعدتوا فترة أطول خذتوا جراثيم والتهابات موجودة في المستشفى، وبالتالي يعني تدخلون المستشفى العملية جراحية بسيطة أو المرض، وتطلعون بأمراض أخرى. فعشان كذي إحنا ما نشجع إن الواحد يقعد في المستشفى فترة طويلة. زين دكتورة، هني أنا أبغي السؤال اللي يدور في بالي حاليا، تحاليل البول شو اللي يطلعون منها؟ يعني شو الأمراض اللي دائما تطلع من هذه التحاليل؟ سؤال جميل والله محمود. التحليل تكرمون البول هو تحليل من تحاليل فعالة جدا، يساعدنا نكشف وايد من الأمراض. أبسط شيء التهابات، في التهابات وايد تبين في البول. رقم اثنين حتى السكري، في وايد من المرضى احنا كشفنا ان عندهم سكر من التهاب البول، كشفنا ان السكر في البول عندهم عالي. حتى ممكن كشف على امراض الكلى، لما يكون في بروتين عالي في البول يبين لنا هل في مشاكل في الكلى او لا. فالبول أنا دائما أقول المرضى هي أسهل طريقة للكشف عن كثير من الأمراض، لأن الناس دائما تخاف من الإبرة، ولكن البول يكشف عن وايد من الأشياء. والحين إن شاء الله بعد بيكشفنا عن وجود السرطان، بس والله محمود ما حددوا نوع السرطان، يعني هل هو جميع أنواع السرطانات أو يمكن سرطانات معينة تظهر في البول تفرز بروتينات معينة في البول فيتم الكشف عنها. هو يعني أسلوب جديد في التحليل، استخدام دقائق أسلاك النانو، يعني تعطي إشارات شوي ممكن تكون صغيرة لوجود جسم في مرض في الجسم. صحيح. يعني اكيد راح يساهم في الكشف عن العديد من الامراض ان شاء الله يا رب. يعني الدراسات هذه تاخذ منحة متقدم جدا، لان بتساهم كثيرا في الوقاية والعلاج كذلك. صحيح. دكتورة صحيح. طيب الحين اذا ما تكلمنا عن هذه التحاليل دكتورة، كل كم لازم يعني الواحد يسوي مثل هذه التحاليل؟ طبعا التحاليل دائما احنا سنويا كل سنتين، مفروض كل سنتين تسوي التحاليل الشامل، يعني التحليل الشامل يسمونه تحليل الكامل، يكون الشامل يسوونه مره كل سنه الى سنتين حسب الحاله. بعدين الطبيب لما احنا نسوي لكم التحاليل احنا نشوف شو النتائج، هل النتائج تبين لازم اعيد التحليل بشكل 3 شهور، كل 6 شهور، كل سنه، حسب النتائج الموجوده. ودائما انا انصح المرضى فخصوصا في عمليه التحاليل، في ناس محمود تتساهل، يعني تسوي التحليل عندي الحين عقب تصير مستشفى خاص تسوي تحاليل اخرى، لا تعيدون التحاليل وايده لسبب جدا بسيط. في دراسات تبين ان الناس اللي يسوون وايد تحاليل ممكن يتم تشخيصهم خطا بمرض معين بسبب كثره التحاليل اللي عندهم وكثره القراءات. فلا تزيدون التحاليل، ذات التحاليل لا تعني الكشف مبكر عن الامراض، بالعكس ممكن تؤدي لتشخيصات لامراض ممكن تكون في بدايتها جدا، او ممكن يكون مو بمرض، ولكن اختلاف القراءات تعطي انطباع للطبيب ان احتمال في مشكله يبدا لك على الادويه وغيرها. فلا تزيدون التحاليل وايده. لحظه، انا هاي نقطه يعني شويه عندي لبس فيها دكتوره. اذا انا صرت سويت تحليل في مستشفى انزين، ورحت سويت تحليل نفس التحليل في مستشفى ثاني، طلعت النتائج غلط او مو متطابقه، ما بقول غلط، او في شغله طلعت لي في التحليل الثاني او في التحليل الاول ما كان موجوده في التحليل الثاني. نعم. هذه يعني نقطة علامة استفهام بالنسبة لي أنا. صح محمود، ولكن إحنا تسوي معنا هالأشياء. المريض يسوي تحليل عندنا، يروح مستشفى بعد مدة ويسوي تحليل يقول ليش مختبركم عطاني قراءة خاطئة. إحنا لازم نعرف أن جسمنا يستجيب لمختلف التغيرات. ممكن حتى ترى محمود تحليل بسيط، تحليل الغدة ممكن تتي اليوم تسوي تحليل الغدة يطلع عندي طبيعي، بعد شهر أو بعد أسبوعين تسوي مكان ثاني يطلع عندك شوية نشاط أو شوية خمول. تكون في الفترة ممكن تكون تعبان، ممكن تكون زكش، ممكن تكون محموم، ممكن يكون عندك مرض أثر على وظائف
غدد أخرى في الجسم. فإحنا القراءات اختلاف القراءات بس محمود بالعادة ما تلاقي قراءات شاسعة فرق شاسع، تلاقي فروقات بسيطة موجودة. اختلاف الشاسع لا، هذه في علامة استفهام نضطر نعيد ثالث مرة عشان نتأكد، ولكن الاختلافات البسيطة تحصل قراءة لأن كل مختبر يكون عنده مواد معينة أجهزة معينة وتكون الاختلافات شوية بسيطة. فإحنا أهم شيء ما مثل ما نقول هالمختبر ما يعرفون أو هالمختبر خاطئ. لا علاقة إذا الواحد شو اسمه كان ماكل مو ماكل مريض إذا ما كان مريض، حتى محمود حتى الزكام يأثر عندنا على وظائف عدد على وظائف الجسم على حتى وظائف الكلى. فتختلف القراءات. تختلف القراءات عندنا، فما نحاتي ما نفكر وايد، روح للطبيب هاتوا النتائج النوعين يعني نتائج المختبرين وخلنا إحنا نشوف النتائج مالتكم القراءة على أساسها. نحن في الهيئة شو اللي عندنا من إمكانيات في هذا المجال مجال المختبرات؟ مختبراتنا محمود ضخمة ما شاء الله، يعني خصوصا في مثلا العيادات الكبيرة مثل عيادة البرشة ونادي الحمر تقريبا معظم التحاليل تتسوى عندنا، حتى إنزيمات القلب اللي يسمونها الأرجنت حق الناس اللي يعني توقع عندهم أمراض في القلب تتسوى في المختبرات. مختبراتنا ضخمة ضخمة ما شاء الله، عندنا أحدث الأجهزة رقم واحد يعني رقم واحد إن شاء الله أكيد إن شاء الله تعالى. عموما نطلع فاصل مستمعينا، بعد الفاصل إن شاء الله بنتكلم عن مراكز الرعاية الصحية الأولية وتفوقها محليا ودوليا. بتكون معانا إن شاء الله الدكتورة ضحى العواضي مدير الجودة والتميز بقطاع الرعاية الصحية الأولية، فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة. ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. بذكركم أولا بأرقام التواصل على 600-551-1414 ورسائل نصية على 4006 وموجودين لايف على نور دبي وهيئة الصحة بدبي على الانستغرام. حققت هيئة الصحة بدبي طفرة عالمية جديدة على مستوى قطاع الرعاية الصحية الأولية ومراكزها الصحية المنتشرة في ربوع دبي، وأضافت الهيئة لسجل إنجازاتها الدولية شهادة إدارة الابتكار TS1655-1201 3 Innovation Management System ليكون قطاع الرعاية في الهيئة هو الأول عالميا الحاصل على هذه الشهادة، وهو أيضا الحاصل على شهادة إدارة المستشفيات الخضراء والنظيفة Green and Clean Hospital Management Certification، إلى جانب 7 شهادات ISO حصل عليها مركز ندى الشبه الصحي الذي انضم حديثا لشبكة المراكز العالمية الحاصلة على 7 شهادات في مجالات مميزة. بنتكلم عن هذه الريادة اللي تحققت معنا في الاستوديو الدكتورة ضحى العوضي مديرة التميز والجودة في قطاع الرعاية الصحية الأولية في هيئة الصحة في دبي. صباحك ورد يا ضحى. صباح النور والسرور. شو أخبارك يا ندى؟ شو أخبارك يا محمود اليوم؟ صباحك الله بالخير دكتورة. الله يصبحكم، نورتينا. ما شاء الله افتتاحية جميلة مع الإيجابية والسعادة والريادة إن شاء الله في مستوى الإمارات، أساس نكون من أفضل دول العالم إن شاء الله في كل المجالات وخاصة في القطاع الصحي إن شاء الله. بداية تعقيبا على الموضوع اللي انطرح قبل شوي بالنسبة للمختبرات ونرجع إن شاء الله نرمس عن الاعتمادات. أشكركم وايد على طرح موضوع كشف السرطانات بواسطة تحاليل البسيطة مثل البول كرمكم الله، والموضوع الثاني هو زيادة تحاليل أو زيادة مثلا رجوع للعيادات من قبل بعض المراجعين لعمل تحاليل متكررة. طبعا هذا يسبب التوتر لدى المرضى وتوتر لدى المريض لدى الطبيب، لأنه لازم يقنع المريض أن هالشيء مو بإيجابي. أحيانا تكون في اختلافات في مرجعية النورمال رينجز أو المعدلات الطبيعية لكل اختبار. إذا كان المختبر موجود في هيئة الصحة فنحن معتمدين مرجعية عالمية لكل اختبار. صحيح. المختبرات الأخرى ممكن لها مرجعية مختلفة، فالاختلاف في المرجعيات للنورمال رينجز هاي تسبب اختلافات بسيطة يمكن الطبيب ما ينطر لها بوجه الخصوص. صحيح. فهني سبب توتر عالي لدى المريض ويتوتر للأسف بسببه والموضوع يشتد عنده. فأتمنى أن الجميع مثلا ينتبهون أن في مرجعية مختلفة بين المختبرات عموما. صحيح. هني في رسالة من ببرعي يقول التحاليل مفيدة لا ضرر في ذلك، اقترح كل 6 أشهر لصحتك ومصلحة أفراد أسرتك والمجتمع. هنالك يعني في نظام جميل معمول به في سعادة، تأمين سعادة الخاص ب مواطني إمارة دبي ومواطني دولة الإمارات العينية الصادرة جوازاتهم من إمارة دبي،
سعادة كل سنة عشان تجدد هذا التأمين لازم تسوي فحوصات كاملة اللي هي الفحوصات المخبرية. وعلى طاري فحوصات المخبرية دكتورة وأيضا علاقتها بالتميز والجودة، خلينا نتكلم عن مدى يعني آليات تميز آليات العمل أو أن الآليات هذه ترجع إلى بروسس عالمي. نعم. ممكن أن تكون نسب الخطأ فيها أو نسب أن الواحد يعني تصير عينة مكان الثانية ولا كذا. نعم. تكون قليلة أو معدومة. معدومة الحمد لله. معدومة اللهم لك الحمد. فخلينا نتكلم عن هذا الموضوع وبعدين نأخذ نبذة عامة عن مراكز الرعاية الأولية ومجمل الخدمات اللي فيها اللي تم الحصول من خلالها على مثل هذه الشهادات والاعتمادات العالمية إن شاء الله. طبعا أي اعتماد يعتمد على تكوين وتشكيل منظومة متكاملة في القطاع الصحي بوفقا لمعايير معينة. البروسيس اللي نحن ياسين نهدف له أن نحطه بالنسبة للمختبرات، إذا ركزنا على موضوع المختبرات، أنه يكون سيستم كامل متكامل من بداية دخول المريض واستقباله عند المختبر لين خروجه من المختبر، بداية من أن ما يكون في دوبليكيشن أو مثلا التعريف الصحيح للمريض. فنحط نحن سيستم متكامل لتفادي الأخطاء، في نفس الوقت نسوي تطبيق متكامل ومتابع لهذا التطبيق بزيارات المختلفة والأنشطة المختلفة. طبعا هذا وفقا للسياسات المعتمدة لدينا في هيئة الصحة اللي نعتمد في تكوينها على استنادا على أفضل التجارب العالمية. فعندنا مجموعة من العمليات وتحسين للعمليات ما شاء الله بشكل مهول عندنا في القطاع الصحي عشان نتجاوب مع المختبرات وكافة الأنشطة والعمليات المختلفة في الجانب الصحي. جميل. ضحى طبعا بداية المقدمة اللي عطيناها كان عن تميز قطاع الرعاية الصحية الأولية وحصوله على بعض من الاعتمادات، فتعطينا نبذة عن حصول مراكز الاعتماد الدول جي سي آي الآيزو وغيرها من الاعتمادات. أشكرك أنك توهتي لهالشيء صراحة دكتورة ندى. لا يخفى الجميع ما شاء الله لا يخفى الجميع أن وفقا لرؤية الإمارات 2021 والأجندة الوطنية نحن نسعى لتحقيق أمال القيادة العليا وترسيخ طبعا تطلعات شعب الإمارات في أن نكون الرقم واحد إن شاء الله. صحيح. وأن إن شاء الله نوصل في هالشيء قبل اليوبيل الذهبي بحلول عام 2021. في مجمل من الأمور اللي نحن حاطينها وفقا للخطة الاستراتيجية لهيئة الصحة بدبي عشان نوصل لهالرياد إن شاء الله في المجال الصحي وتوافقا مع السياحة العلاجية وما نطمح له على المستوى العالمي. الاعتمادات طبعا تعطينا نبذة حلوة أو طبعا انعكاس جميل للخدمات اللي نحن نقدمها للمتعامل، لأن هي تزيد ثقته تزيد معرفته بآليات العمل المتواجدة عندنا. على سبيل المثال الحمد لله عشان نوصل للريادة خدنا الجي سي آي في عام 2016 وصلنا أن نكون أكبر شبكة معتمدة على مستوى العالم في الحصول على شهادات الجي سي آي من أول مرة بنسبة تفوق 95% الحمد لله. صحيح. وبعدين طبعا توالى في خلال 3 أشهر الحصول على 6 شهادات آيزو وكنا الأول والأكبر وانفردنا في حصولنا كقطاع رعاية صحية أولية على 6 شهادات آيزو على مستوى العالم. جميل. إضافة إلى هذا استمرينا في عام 2017 في الحصول على شهادة الآيزو لاستمرارية الأعمال. وبعدين حصلنا على الاعتماد الكندي المستوى الماسي لأول مرة على مستوى العالم كقطاع رعاية صحية أولية يحصل عليه. لازم نصفق محمد قبل لا تصفقين بس عشان نوضحها شيء يعني مستوى ماسي. نعم. بالنسبة للاعتماد الكندي في 3 مستويات مستوى ذهبي مستوى بلاتيني ومستوى ماسي. أعلى وأرقى مستوى هو المستوى الماسي، يعني أنك حققت كل المعايير بنسبة تفوق 99%. الحين نصفقها الحمد نمر. والحمد لله يعني حتى كانوا منبهرين فينا الاعتماد الكندي بطريقة فظيعة أنه قالوا نحن بناخذكم مرجع لنا، لا تزورون مراكزنا في كندا، نحن بنزوركم نتعلم منكم. الحمد لله هذا يبين ما شاء الله كيف تفوق الخدمات اللي نقدمها. صحيح. وحتى آليات العمل عندنا والتقنيات الجديدة
المستخدم مثل التطبب عن بعد. فهم شافوا آليات والتكنولوجيا الموجودة عندنا وصراحة الحمد لله تعجبوا منها وتعجبوا أن كيف نحن نطبقينها وفقا للمعايير ومستفيدين منها هم شعب الإمارات سواء كانوا مواطنين أو مقيمين على هذه الأرض الطيبة. بالضبط، يعني خذوا إمارة دبي كمرجعية لهم. نعم. يضربون فيها المثل إذا حبوا عالميا يذكرون أن تطبيقات أفضل ممارسات الموجودة والتطبيقات السليمة لهذه المعايير يضربون المثل بالقطاع الصحي في إمارة دبي، قطاع الرعاية الصحية في إمارة دبي. كم لي دكتورة؟ فقالوا لنا نحن أن الممارسات الفضلة، وحتى حثونا وايد أن نسوي publications عن كل اللي نقدمه، ننشر الممارسات اللي حمارسها، ننشر ممارسات الجودة اللي نحن نمارسها، لأن الحمد لله وصلنا لمستوى عالمي ويفوق العالمية. جميل. الحمد لله. كنت بعد بتذكرين أشياء. نعم. إذن فبالنسبة للمستوى الماسي هذا يعتبر أعلى نوع، أعلى مستوى من الاعتماد الكندي، والحمد لله حققناه بنسبة تفوق 99%. حققنا بعده شهادتين عالميات، الشهادة الأوروبية في إدارة الابتكار TS16555، وكنا أول قطاع رعاية صحية أولي على مستوى العالم يحصل هالشهادة العالمية. وتابعنا بعد بالجرين أند كلين ستاندرز في هيلث كير أورجانيزيشن اللي هي المنشآت الخضراء والطاقة المتجددة، مثل استراتيجية دولة الإمارات للوصول إلى الطاقة المتجددة 2030. فنحن الحمد لله متوائمين مع استراتيجيات الدولة وتطلعات القيادة العليا ونظم الابتكار اللي موجودة. فالحمد لله حصلنا هاي الشهادة ونعتبر الأول في تحقيقه على مستوى العالم، ما سبقنا له أي منشأة طبية أخرى على مستوى العالم. ما شاء الله عليكم. طبعا نمشي على نهج صاحب سمو الشيخ محمد براش المكتوم لما قال أنا وشعبي نحب المركز الأول. أنا المركز الأول يا ماشي الحمد لله. يعني محمود، يعني بما أني أنا بنت الرعاية الصحية الأولية فيعني شعرني بالفخر إنه يعني طبعا إحنا اشتغلنا على أرض الواقع مع كل هالاعتمادات اللي تقول عنها دكتورة ضحى. إحنا اشتغلنا هناك وشفنا كيف الروح الفريق موجودة، وكيف إن إحنا قاعدين نرتقي يعني درجة مع كل اعتماد، أشياء جديدة نتعلمها، ممارسات جديدة، ونشوف إن وين قاعد نوصل بقطاع رعاية أولية. فهذه تحية لكل اللي يشتغلون في هيئة الصحة في دبي ورعاية قطاع الرعاية الصحية الأولية بشكل خاص. يعني شوفي، هو إنجاز حقيقة لهيئة الصحة بدبي ككل. يعني هي الرعاية الصحية يعني ما كانت بتوصل من غير تعاون الإدارات الثانية. نعم. الهندسة، المشاريع وغيرها من الإدارات، هو يطلع باسم الهيئة بالنهاية. لكن الجميل في هذا الموضوع دكتورة أن شفنا هذا الفريق حرصة أن يأخذ هذه الشهادات وأن يتعاونون كلهم كفريق واحد لرفع اسم إمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل كبير، لأن كانوا ماخذين المسألة مو مسألة أني أنا قاعد أشتغل أو دوام رسمي بالنسبة لي، لا، أنا أحاول أني أنا أحقق الهدف أني أنا أرفع اسم الإمارات على المستويات العالمية. شفنا هذه الروح. وكان أيضا معالي رئيس مجلس الإدارة معالي حميد القطامي متواجد معاك دائما في جميع المراحل. ولا أنسى أن بعد كذلك أبغي أذكر الدكتورة منال تريم كذلك كانت حريصة جدا على التواجد ودعم الفريق. ف يعني القيادات العليا موجودة مع الفريق الميداني، كان إنجاز جميل، نموذج يحتذى حقيقة في ضرب الأمثلة في روح الفريق الواحد. أشكر، وهذا اللي نحن نسعده، نحن فريق متميز نسعد إسعاد المتعاملين ونتميز بخدماتنا اللي نقدمها لهم. طيب دكتورة سهل نحن نقول أن نحصل ونوصل للرقم واحد. أيوة. الزين. الصعب وين؟ الصعب أن أنا أحافظ على هذا المستوى. نعم. فأبغي أعرف شو اللي تخططوا له مستقبلا. كل اللي ياسين نسوي هي محافظة وبنحافظ زيادة إن شاء الله. بداية لما أخذنا الاعتماد الكندي هذا يعتبر محافظة على الحصول على جي تي آي، لأنه وصلنا لمستوى أعلى من اللي كنا نقدمه. وما شاء الله حتى هالمرة كان الفريق بروح الفريق الواحد كانوا يشتغلون وكانوا كلهم يقولون نحن الحمد لله وصلنا لهالمستويات، شو اللي تعملنا نسوي زيادة؟ فالحمد لله استوى، يدورون تحدي جديد. حسوا أن الموضوع الحمد لله صار سلس جدا، خلاص استوت ممارسات يومية موجودة. يعني وهالحلو في تطبيقنا، لأنه صار تطبيق يومي، المريض حاس فيه والمتعامل الخارجي قبل الموظف الداخلي عنه. أكيد. وهذا الشيء اللي يميزنا في تطبيقنا لكل هالمعايير،
واللي بعد بيساعدنا في تطبيق معايير أخرى والمحافظة عليها إن شاء الله. نمر أنا باخذ ثلاث دقائق بعد شوية إذا تسمح لي دكتورة. أبغي أحيانا أتكلم عن أهمية هذه الاعتمادات ومدى يعني ما تخدم الجمهور المتعاملين، لأن في الأساس نحن نتوجه إلى الجمهور، جمهور المتعاملين اللي يجون على المراكز. يعني حد منا ممكن يشوف في البداية كانت هاي الاعتمادات ممكن تأخرني لما أدخل على الطبيب أو كذا، لا نحن نبغي نوضح هذه المسألة أن وجود مثل هذه الاعتمادات هي في الأساس لخدمة وإسعاد المتعاملين. صحيح، هي الفكرة الأساسية فيها زيادة المصداقية والثقة في القطاع الصحي. صحيح، ها كان هدفنا الرئيسي في الحصول على الاعتمادات الدولية. يمكن أن في البداية يحس المتعامل أن في نوع من التأخير، بس هذا الشيء لصالحه أكيد. هذا في البداية، وبعدين خلاص لأنه صار العمل هذا روتيني والمتعامل شرحنا له، كان في نوع من الإدوكيشن مستمر للمتعامل أساس أهميته، وهو حتى قام يحس لما ما نسأله يقول ليش ما سألتوني هالسؤال. هو قام يعرف أهمية الأسئلة اللي نحن نسألها، فالحمد لله في نوع من التجاوب. بالعكس سوينا نعرف الجوانب المختلفة للمريض أكثر من الجانب المرضي له، يعني سوينا نعرف الجانب التعليمي للمريض، الجانب الاجتماعي، الجانب والمنظور بعد العلمي والمنظور المتكامل للمريض. فسوينا نشوفه كهيئة إنسانية أكثر من كونه مريض ومتعامل إينا. صحيح، احنا شاكرين دكتورة ضحى وجودك معنا. عندك كلمة أخيرة حابة تشاركينا معنا لهذا اللقاء الجميل؟ الله يخليكم. الصراحة أشكر صراحة دعوتكم لي، لأن هذا يفتح الآفاق أن نحن نشر طبعا تجربتنا اللي سويناها. الشيء الثاني أشكر شكر خاص دعم القيادة العليا، دعم معالي حميد القطامي رئيس مجلس هيئة الصحة بدبي والمدير العام لهيئة الصحة بدبي سعادة الدكتورة منال تريم على حرصها وتجاوبها ووجودها الدائم معانا، كل فريق رعاية الصحية الأولية وهيئة الصحة بدبي على امتثالهم لكل الأمور اللي تحقق الإيجابية في مجتمع دبي. طبعا أنا كذلك أضم صوتي لصوتك دكتورة، وتوجه لك أنت بالخصوص يعني بالشكر الجزيل على هذه الإنجازات اللي تحققت في الفترة الماضية، يعني فترة قصيرة. ونوعدكم بإنجازات أكبر إن شاء الله. إن شاء الله يا رب، هذا اللي نحن نتمنى. دكتورة ضحى العوضي مدير الجودة والتميز بقطاع الرعاية الصحية الأولية في هيئة الصحة بدبي، نحن شاكرين لك. كنا نتحدث عن مراكز الرعاية الصحية الأولية وتفوقها محليا ودوليا. دكتورة يعني دائما ما تكون الطاقة الإيجابية هي الركيزة الأساسية للوصول لمثل هذه الإنجازات. أكيد. فكل الشكر لهذا الفريق المبدع، كل الشكر لكل شخص يعمل ما بقول بضمير، لا يعمل بإيجابية. أكيد. يعمل بإيجابية لمصلحة هذا الوطن. فهذه تحية نوجهها لجميع العاملين في قطاع الرعاية الصحية الأولية، في قطاع المستشفيات ومختلف القطاعات في هيئة الصحة بدبي. في رسائل بس أنا بقرأها لأن تستحق القراءة على السريع. دكتورة ضحى من أفضل الكفاءات في هيئة الصحة، نتمنى لها التوفيق، عندها طاقة إيجابية كبيرة. صحيح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في رسالة جميلة بعد، المهم نقرأها بعد الفاصل إذا تسنى لنا الوقت. فاصل لأنه من واقفل لي نمر. فاصل بعد الفاصل إن شاء الله بنتكلم عن استعدادات هيئة الصحة بدبي لتدشين المزيد من الصيدليات الذكية، فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة. سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام، وحياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي قدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. أرقام التواصل معنا دكتورة على 600551414 ورسائل نصية على 4006 موجودين لايف على نور دبي وهيئة الصحة بدبي على الإنستغرام. طيب حاليا يعني تجري إدارة الصيدلة في هيئة الصحة بدبي أعمال التحضير النهائي لتدشين صيدلياتها الذكية في مستشفى لطيفة ومركزي ند الحمر والبرشة الصحيين، إلى جانب صيدلية مركز الطوارئ في مستشفى راشد خلال العام الجاري، وهذا طبعا ضمن منظومة متكاملة لتطوير قطاع الصيدلة اللي بدأتها حقيقة الهيئة بتدشين الصيدلية الذكية في مستشفى راشد بعدين مستشفى دبي. طبعا هذا الموضوع أنا شفته بعيني يعني البارحة ساير بعد، ما بقول حق منو كنت مريض؟ لا، حد في الإذاعة.
زين، فكنت ساير معاه على اساس ان نصرف الأدوية. سبحان الله يعني ما اخذنا دقيقه اقل من دقيقه مستشفى راشد، فشفت الصيدليه الذكيه هذه شغاله. كانت يعني وقت الانتظار خف، في درجات عالية من الدقة في تسليم المرضى، وهذا بعد كذلك عطى فرصة أكبر للصيدلاني أن يعطي التعليمات ويشرح للمريض نفسه. عموما معنا عبر الهاتف دكتور علي السيد، مدير إدارة الصيدلة في هيئة الصحة بدبي. صبحك الله بالخير دكتور. صبحك الله بالخير يا محمود، صبحك الله بالخير، صباح الخير دكتور. صباحك ورد دكتور. دكتور بنتكلم أول شيء عن الصيدلية الذكية وشو حقيقتها على مستوى خدمة الجمهور والمرضى في مستشفى راشد ومستشفى دبي. طبعا البداية هي أهم الإنجازات للصيدلية الذكية هي في القطاع في المرضى الخارجيين، إحنا نتكلم دقة الصرف، ما في أخطاء طبية مثل ما تفضل الأخ محمود، ما فيها أخطاء طبية في صرف الأدوية، وطبعا تقليل او تقليص وقت الانتظار. هذا الاثنين اللي هم موجود، يعني ثقة المريض بما يصرف له من أدوية تكون سليمة، وثاني شيء انه تحسن من التزام المريض بالعلاج الدوائي لانه ما في انتظار، ما في تدمر. فهذه جزئتين ينتهي تكون نتيجتهم لصالح المريض، انه هو طبعا يعني تقبل الموضوع واسعاده وطبعا رضا العميل نفسه. جميل. انا اللي عيرني دكتور ان فتره الانتظار هذه سريعه كانت، يعني كانوا قدامنا تقريبا اربع اشخاص، توقعت ان مناخذ وقت يعني لما يخلصوا، لكن يعني اذا ما حسبتها لكن ما تتجاوز دقيقتين. ايوه طبعا الهدف يعني من هذا هو هذا، طبعا لما تخلص احنا هي علميا من ناحيه الناحيه العلميه، لما يتخلص وقت الانتظار المرضى يكون عندهم ثقه بالعلاج. صحيح. وطبعا لما يكون عنده ثقه بالعلاج يلتزم بالعلاج، يعني يلتزم بما وصف له الطبيب، والتزامه بالعلاج معناته تكون نتائج ايجابيه في علاجه، في يعني شفاء، وهذه كلها طبعا لها مردود على المنظومه الصحيه. جميل. فالمردود هذا يكون مو بس مثلا يكون للصيدله، وانما للقطاع الصحي كاملا، القطاع الطبي. جميل. يمثل الاطباء والصيادله والمرضين. فهذه طبعا كلها حتى مردودات ماليه واقتصاديه، لان كل ما قلت الامراض كل ما قل زياره المرضى المستشفى والاطباء. دكتور يعني بس عشان نوضح للمستمعين، النمر يسالني شو يعني صيدليه ذكيه، يعني كيف صيدليه ذكيه؟ ممتاز. طبعا هي صيدليه ذكيه، يعني احنا اول شيء لازم نميز شيء، واحنا الروبوت اللي عندنا، الجهاز اللي عندنا هو الذي يدخل الادويه في هذا، طبعا يعتمد على النظام، هو يعتمد على باركودينج مميز في هيئه الصحه، وهي يعني احنا نفتخر فيها لان هيئه الصحه اول هيئه في المنطقه دخلت الباركودينج. باركودينج نظام عالمي مميز خاص بالهيئه، يتم ادخال الادويه او التعرف على الدواء عن طريق الباركود وليس عن طريق شكل العلبه او اسم الدواء، لان هناك في تشابه في الادويه. صح. هذا شيء واحد في الاسماء. اثنين ان طبعا لما تدخل الادويه وتصرف عن طريق السيستم، نظام سلامه، نظام سلامه الوصفه تجي من الدكتور الى الصيدليه الكترونيا بدون اوراق، ولما توصل للصيدليه الصيدليه يقوم على طول بتجهيزها، فلما يوصل المريض يكون الدواء جاهز، المفروض يكون حتى ما فيها حتى انتظار اصلا، يكون الدواء جاهز ويسلم الدواء، الا في حالات يكون فيها تعديل في الوصفه او فيها خطا في الجرعه او شيء، فكل هذه الاشياء اللي يعني تقلص من انتظار المرضى في الصيدليه، زائد ان عندك انت نظام سلامه يتاكد من الناحيه العلميه وصف صرف الدواء، نظام الذكي في الجهاز هو اللي يصف الدواء بدون اي خطا طبي، ما في يعني تدخل بشري قد يحدث منه اخطاء طبيه. صحيح. هاي الاشياء كلها تنتج الى شيء ذكي، لان انت وصل الدواء بشيء يعني سريع ويتعرف على نفس المريض نفسه ويتعرف على الدواء. الجهاز يعطيك الدواء الخاص بمريضك انت من منفذ معين. صحيح. هذا واحد. احنا نتكلم عن الصيدليه الذكيه بعد، بس عشان احنا نتكلم عن المرضى الخارجيين. مستشفى راشد طبق الصيدليه الذكيه للمرضى الداخليين.
وقلل الوقت الانتظار وقلل الأخطاء الطبية وضمن العهدة المالية والعهدة. طبعا حتى في القطاع في السد الخارجية في عهدة الأدوية عهدة، فضمن العهدة سلامة العهدة ودقة العهدة في هذا. فالمستشفى راشد هو أصبح المستشفى الأول اللي في الإمارات عنده الصدية الذكية في المرضى الخارجيين والصدية الذكية في المرضى الداخليين. إذن هو المستشفى يعني الأول انه هو يتميز انه مستشفى كامل بالخدمة الدوائية، مستشفى ذكي في الإدارة الدوائية يعني من المرضى الداخليين والخارجيين. دكتور علي، بس ممكن تعطينا نبدأ كم بالضبط مدة الانتظار، مدة زمن الانتظار للحصول على الدواء مع الصيدلية الذكية؟ إذا ما في أي يعني تعديل في الوصفة يجب انه يكون صفر، ما في أي انتظار. لأن إذا ما فيها أي تعديل، السبب أن لما تجين الوصفة تطلع الوصفة تكون طالعة من الدكتور والمريض عنده بعده ما طلع، تطلع وهو صح من غير أوراق من غير شيء يقول سير الصيدلية على طول. توصل المدة الزمنية اللي يقضيها المريض في المسافة ينتقل من الدكتور إلى الصيدلية أدوية جاهزة. دكتور أنا هنا أبغى أسألك، ما دام الدكتورة ندى موجودة أنا بسأل الحين، يعني إذا ما كان في تغيير في الوصفة يعني ساعات ما بين الصيدلاني والطبيب أسوي مشاكل شوية. إنزين في دكاترة عندنا يصرفون أدوية إنزين لكن صيدلاني يراجع عليها، فأحيانا يعطي أدوية بزيادة يعني مال 3 شهور قدام، لكن صيدلاني عنده بعض الأنظمة بعض الأشياء اللي يقلل منها من يعني يعطي أقل، يقول عندي أعتقد ستوك من قبل أو ما خلص المدة القبلية أتوقع. ليش أنت تصرفون زيادة حق الناس؟ ليش نصف زيادة حق الناس؟ احنا بنسهل عليهم بعض. زين دكتور بس ابغى اوضح هذه المسألة، لان احيانا اتي بعض الامور اللي الناس يصير عندهم لبس يقولوا لك والله شو الهيئة قاعدة الدكتور يصرف لي ادوية والصيدلاني ما يعطيني اياها. طبعا يعني هي عدة نقاط يعني مش نقطة واحدة. طبعا احنا ما نقول ان مثلا الدكتور غلط ولا نقول ان الصيدلي صح او شيء، لا. هنا في أنظمة يمكن مثلا بعض الدكاترة ما ملمين بها أو مثلا في زحمة الشغل مثلا أدت عليهم. زين معظم الأدوية طبعا هم ملتزمين بالأنظمة. زين نتكلم عن يعني أكثر من 1000 طبيب، فما نتكلم عن واحد أو اثنين. هذا معظم الأطباء هم ملتزمين بالأنظمة وملتزمين بالهذا، لكن أحيانا تعدي. فهو دائما عالميا الصيدلي هو النقطة الأخيرة. زين التي يعني إذا طلعت منه المنفذ النهائي الأخير. فمثلا تحصل أحيانا تعدي على طبيب بالفحمة ما شاف مثلا الجوعة ممكن أو هذا، أو خلينا نقول إحنا الأشياء العلمية يمسكها لكم النظام، لكن الأشياء القانونية مثلا خلينا نأخذ مثلا دواء معين. القانون في دولة الإمارات في قانون عندي اتحادي يقول لك والله هاي تصرف 30 حبة بس. الدكتور كتب طلعت 60 حبة عندي. 90 يصرف له. 90. أنا القانون عندي تقول 30 حبة. الطبيب الفلاني اللي هو أخصائي 30 حبة. نعم. أنا ما أقدر أتعدى القانون الاتحادي. أطبق القانون الاتحادي. صحيح. أكيد دكتور أكيد. فهني أحياناً يكون الدكتور مثلاً يعني يكون مثلاً بالزحمة الشغل ما شافه، أو مثلاً أحياناً يكون. وهذه مع الصيدلية الذكية دكتور تم الكنترول عليها. تم الكنترول عليها هذه واحد. احيانا مثلا شيء ثاني مثلا يكون مثلا الطبيب كاتب 6 شهور، احنا قانون ادخل الهيئه على 3 شهور. في بعض الادويه مثلا احنا عندنا مثلا نلتزم بها، لا في بعض الاطباء بس تصرف لهم مده معينه او عدد معين. كل هذه طبعا الصيدلي يمكن ملم اكثر بها لان هاي يعني يشوفها هو مسؤول عنها ويدقق عليها. فهو ما يعني احنا نمسك اخطاء، لا احنا مش اخطاء. صحيح. احنا نكمل بعض. أكيد. واحد فوق طريق واحد. الكل يكمل بعض ويعني الطبيب هو مسؤول في وصف الدواء والصيدلي مسؤول في صرف الدواء، يعني بعد الصيدلي مسؤول اذا صرف اي دواء خطا بعد هو مسؤول عنه. واذا مثلا الدكتور كتب 90 حبه مثلا هذا والصيدلي صرف 90 حبه، الدكتور مش هو المساعد، الصيدلي هو المساعد. اكيد صحيح. وهي مسؤوليه مشتركه في النهايه دكتور علي بينه وبين الصيدلاني. اكيد. زين دكتور علي، احنا من المستشفى تبل مستشفى راشد، وين بعد هذا بتروح الصيدليه الذكيه؟ وين بتتوسعون فيها؟ ان شاء الله احنا سنه 2018. اهم شيء رعايه الصحيه الاوليه. انا اسال رعايه الصحيه الاوليه. رعايه الصحيه الاوليه فيها يعني اثنين ان شاء الله،
مركز الباشا ومركز نت الحما ان شاء الله. الاثنين المركزين هذين راح اكون فيهم مع مستشفى لطيفه في نفس الوقت. بس عيادتين راح يكون فيها؟ عيادتين السنه هذه مع هذا، لانه هو ياخذ وقت يعني في تطبيقه وهذا. وطبعا مع مستشفى راشد الحوادث، لكن احنا راح نحول مستشفى لطيفه ومستشفى دبي ومستشفى راشد الى مستشفيات متكامله، مش بس المرضى الداخليين الخارجيين حتى الداخليين، فراح يكون عندنا خدمات دوائيه، خدمات دوائيه متكامله ذكيه. ممتاز. يعني المرضى الداخليين عندهم الصيدليه الذكيه، المرضى الخارجيين عندهم الصيدليه الذكيه. ممتاز ممتاز. يعني احنا عندنا المرضى الداخليين شو مشكلتنا عندهم؟ في وقت الانتظار، الدكتور كتب دواء يتاخر على المريض، المريض محتاج لنا في القسم، هذه كلها. فاحنا اليوم احنا نلغي فتره الانتظار هذه اللي هي اللوك تايم اللي يتاخر فيه الدواء لما يوصل للمريض، اللي بتكون عندنا عباره عن صيدليات ستيشنز في كل قسم، مثل صيدليه ساتلايت في كل قسم. بس ما بكون فيها صيدليه، لا بكون فيها سيستم مال النظام سائر الجهاز الذكي، الجهاز الذكي اللي هو يعطي يصرف للممرضه وتاخذ الدواء. هالمرضى الداخليه راح تكون اي، والمرضى تاخذ الدواء المصروف لها، هذا واحد، والجرعه فقط اللي هي مسموح لها، يعني ما في خطا في صرف الدواء، ما في يعني اختيار الدواء، ولا في خطا في الجرعه نفسها. طيب فبكون اثنين، يعني ما في انتظار للمرضى، ما في اخطاء طبيه. دكتور الان يعني اذا تكلمنا على موضوع صرف الدواء وكذا، ولكن الحين في عندنا نظام الملف الالكتروني الموحد اللي هو سلامه، هذا النظام يشمل التاريخ الطبي الكامل للمريض. وهني ابغي بس انوه بعد عن شغله بس بعد اجابتك دكتور، ان بالنسبه لربط الادويه اللي صرفت للمريض في ملف الطبي او الصحي، فابغي اتكلم عن هذا الموضوع، انه هل يتم يعني ارشفت كل هذه الادويه المصروفه من خلال هذا النظام؟ نعم، احنا اليوم المريض لو كان اي مكان صار، طبعا احنا في النهايه نتكلم يعتبر ملف طبي واحد. صحيح. يعني فاحنا المريض لو صار اي مكان، صار مثلا خلينا نقول مثال مريض في مستشفى دبي ورجع لمستشفى راشد، يشوفون شو ماخذ ادويه، راح للعيادات في الرعايه الصحيه الاوليه يشوفون شو ماخذ الادويه كلها، ومتى ماخذها، وكم ماخذ، ولو كان لو فرض الدكتور كتب دواء معين مكتوب لي ماخذ لنا، يطلع لي في السيستم ينبه يقول لي هذا اخذ الدواء، يعني صرف الدواء. فكل هذا محل، احنا نتكلم عن هيئه الصحه عباره عن منظومه متكامله، الملف متكامل موجود عند الدكتور في اي مكان، اي دكتور يشوفه موجود عند الملف. لكن لما كان الملف الطبي الموحد نتكلم عن مش القطاع، يعني مش هيئه الصحه فقط، مع الترابط مع القطاع الخاص ان شاء الله، مع يعني لو فرضت مثلا نفس الشيء، هذه المنظومه اللي في الهيئه تنقل مع ايضا الى القطاع الخاص. جميل جميل، هذا يعني نتمنى نحن ان شاء الله في المستقبل القريب ان شاء الله تعالى. لو المريض يعني راح لدكتور خاص يشوف الدكتور، يشوف شو الادويه صفر هني دكتور، طبعا بتعمل نقله نوعيه ان شاء الله، هي ضمن الخطه نعتقد موجوده ضمن الخطه ان تكون نوعية في المنظومه الصحيه. لان ليش؟ لان احنا نلاحظ هذا الشيء. جميل. في دوبليكيشنز، في اشياء تكتب في الحكومه في المستشفيات الحكوميه تؤخذ شبيهه لها او نفسها، وهذه طبعا لها تاثير، خلي المادي تأثير سلبي على صحة المريض. صحيح. شكرا لك دكتور علي السيد، مدير إدارة الصيدلة. نحن دائما نسعد لما تكون عندنا في الاستوديو، لكن أدري على مشاغلك الكثيرة. الله يسعدك. سعيد سمعت صوت الدكتور. الله شكرا لك، نهارك سعيد دكتور. ايضا هني انا ابغي انوه لمساله مهمه، لان دكتوره في دقيقه اقل عن دقيقه، مساله ان شو التطبيق اللي يتيح للمريض ان يتعرف على تاريخه وملفه الصحي، هذا قبل كانوا عن طريق صحتي. صحيح. الحين شو ماي تشارت هذه ينزلونه
ينزلونه يروح لازم يكون في العياده يقول لهم يطرشون له خطوات على الايميل يروح يفعله من سجلات الطبيه في العياده مالته توصلت خطوات مالته يفعله ويجي يشوف تاريخ الطبي ملف تحاليل ادويته كله عن طريق ماي تشارت. فكلكم نزلوا الابلكيشن ماي تشارت سموه بهذا الشكل لان الشركه الام هي المعنيه بهذا الموضوع. كنا نحن ان شاء الله مستقبلا نحاول ان عمليه نضمم من خلال تطبيق واحد ان شاء الله يستوي هذا الشيء، ولكن هي الشركه الام اللي هي ايبك الشركة الأمريكية هي اللي تتيح هذا النظام، وإن شاء الله يا رب نتمنى من كل شخص يتوجه إلى أحد المراكز الصحية أن يقول لهم أبغي أفعل ماي تشارت. صحيح. فهذه مسألة وايد مهمة حتى لو لا خارج البلد كيف بيفعل إذا أهم شيء يكون إيميلكم صحيح. هي. أهم شيء يكون إيميلكم صحيح. المعلومات الجديدة هذه تحديث البيانات وايد مهمة لأن أنت في النهاية تتعامل مع منظومة إلكترونية فوايد مهم أنك أنت تتعامل معها بشكل سليم شفاف تصل لك المعلومة بشكل صح، إيميلك سليم، أرقامك سليمة، فوايد بتستفيدون من هذا التطبيق. عموما وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم، كل الشكر لكل الأشخاص اللي ساهموا معانا في هذه الحلقة، تهنئة للدكتورة ضحى على إنجازاتها، الله يوفقها. شكرا. هني ما في شيء بعد ما ذكرنا إن شاء الله كل شيء قرينا. واحد يقول أهم شيء صالة رياضية وين؟ يعني في الرعاية الصحية ممكن في إن شاء الله يا رب. ليش ما تروحين؟ ها منو قال لك انا ما اسير؟ اوكي انا اسير اشرف عليهم اتبي تدرب العدل ولا لا؟ في حد من الناس يسجل في الجمعه على اساس انه خلاص بيضعف ولا بيستوي رياضي. عموما اذا سير لازم تحضر لازم تسير تتمرن. نمر بعد بالنية ما كنت بالنية يصير. مش بالنية لا ما نباها بالنية نباها بالفعل. زين عموما وصلنا لختام حلقتنا، شكرا لك احمد سلامه كان معنا في التنسيق، نمر محمد عبده في الاخراج، دكتوره ندى الملا شاركتني تقديم هذه الحلقه، وهذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي، والى الملتقى في الغد ان شاء الله. حتى ذلك الوقت نقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.